طيب النهارده السوشيال ميديا هل ممكن تبقى جزء من الأسباب اللي ممكن تخلي ابني دايما متوتر أو بيحلم بكوابيس أو نومه حتى مضطرب؟ يعني مش لازم يصحى مفزوع من حاجة، لكن على فكرة في يعني بعض الكرتون زي ما حضرتك قلتي في مشاهد مزعجة جدا، يعني أنا نفسي كواحدة كبيرة لو اتفرجت عليها انزعج. فهل في مثلا على السوشيال ميديا حاجات ممكن او ان انا اقعد ساعات كبيره على طويله على السوشيال ميديا ابقى نومي مضطرب بسبب ده، اصحى مقريفه لو طفل يعني مش انا؟ طبعا هيأثر في الاطفال، خصوصا لو كان بيتفرج على السوشيال ميديا قبل ما ينام. لو بيتفرج على الفيديوهات القصيره قوي اللي هي دقيقه ونص دقيقه زي التيك توك او الريلز او الشورتس بتاعت اليوتيوب، كل الحاجات دي هتخلي عنده استثاره للجهاز العصبي، صور كتير واصوات كتير ومواضيع ملهاش علاقه ببعض متكرره، حتى لو مش مرعبه ولكن متكرره طول الوقت، بتثير الجهاز العصبي وتاثر على مستوى انتباهه. فممكن نلاقيه لما ينام انه يبتدي يحلم بكوابيس، لان جزء من الاحلام هو انشغالات اليوم السابق، فالحاجات اللي انت شفتها في اليوم السابق ممكن تطلع لك في الحلم. فشاف حاجات في التيك توك، شاف مش عارفه ايه، او لو متوتر بقى زي ما قلنا وقلقان ان هو يبقى عنده متوتر وقلقان، بيفكر في عنده امتحان، عنده حاجه في المدرسه تاني يوم، رايح رحله، فهو متحمس جدا، فممكن يبقى متوتر ونومه منقطع متقطع. اطفال فرط الحركه ونقص الانتباه كمان بيبقى عندهم صعوبه الدخول في النوم وصعوبه استمراريه النوم برضو، ويبقى نومهم خفيف ومش نوم متصل زي ما احنا متعودين في الاطفال.